بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفة طبيعية تعمل على تفتيح لون البشرة وتبييض الوجه، وتعمل على شد التجاعيد والخطوط الرفيعة، وهي بمثابة كولاجين وبوتوكس طبيعي لعلاج مشاكل البشرة وشدها ونعومتها. تخلص من التجاعيد حتى وإن كان سنك فوق 50. هذه الوصفة مكوناتها فقط من مطبخك. مكونات هذه الوصفة عبارة عن ملعقة طعام كبيرة من الزبادي الطبيعي، الروبة أو اليوغورت، يمكن استخدام القشدة أو اللبن الرائب، هذه هي البدائل، يمكن استخدامهم كبديل لهذه للزبادي عفوا، حيث يحتوي الزبادي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تغذي وتنشط الجلد، وهو يستخدم كمكون في العديد من الأقنعة والخلطات والوصفات التي تحضر للوجه والشعر كنوع من الاهتمام والعناية والوقاية من العديد من المشاكل، إضافة إلى أنه أو إلى قدرته في التخفيف من البثور كذلك وحب الشباب، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات، وكذلك يحتوي على أحماض الهيدروكسيل ألفا الذي يقتل البكتيريا خاصة التي تسبب حب الشباب، وهو يحتوي على الفيتامين بي 2 المهم لنمو الخلايا وتجديدها، وكذلك هذا الكريم مهم جدا في ترطيب البشرة دون استخدام مرطب وتحمي البشرة من ضرر الجذور الحرة، كما أنه يحتوي على الفيتامين B12 الذي يقوم بتفتيح البشرة والتخفيف من الندبات، وكذلك يحتوي على الفيتامين B5 الذي يخفي البقع الداكنة، وهو رائع جدا لمن يعانون من الكلف، كما أنه غني جدا بالكالسيوم المهم للطبقات الخارجية من الجلد، ويحتوي على حمض اللبنيك الذي يعمل على ترطيب البشرة كذلك ويغذي البشرة الجافة بشكل خاص جدا خصوصا في هذه الأيام، كما أنه يحتوي على الزنك الذي يقلل من التجاعيد والخطوط المتواجدة على بشرة الوجه. المكون الثاني لدينا ملعقة شاي صغيرة فقط من الحليب البودرة، لبن الحليب البودرة أو كما يسمى في بعض المناطق حليب النيدو، وهو رائع جدا، يحتوي على نسبة عالية من الزنك، وهو أحد العناصر الهامة التي تحتاجها البشرة، كما أنه كذلك يحتوي على نسبة عالية من الكولاجين، وهو العنصر الذي تعتمد عليه البشرة للحماية من التجاعيد والخطوط الرفيعة وعلامات تقدم السن، ويعجز الجسم في كثير من الأحيان عن إنتاج الكولاجين، وبالتالي الحليب البودرة رائع جدا لإنتاج الكولاجين ويساعد على الوقاية من التجاعيد، ويحتوي كذلك على مجموعة من الأحماض الأمينية، وهي أحماض مسؤولة عن حماية الوجه من أشعة الشمس الضارة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من المواد التي تعمل على ترطيب الوجه خصوصا كذلك في هذا الفصل وتحميه من التهابات الناتجة عن التعرض للشمس. ملعقة طعام كبيرة من الزبادي، نضع عليها ملعقة من الحليب البودرة. هنا الحليب البودرة ضروري في هذه الوصفة، لا يمكن تعويضه بالحليب السائل، سبق وذكرت كل الفوائد لكلا المكونين. نخلط جيدا المكونات مع بعضها البعض حتى الحصول على كريم رائع جدا، مدة حفظه في الثلاجة هي أسبوع كامل. إذا أحببت إضافة كبسولة من الفيتامين A ممكن، أو إضافة كبسولة من زيت السمك، لمن سألوني عن زيت السمك يمكنك كذلك إضافة كبسولة من محتوى زيت السمك لهذا الكريم، نحصل على هذا الكريم. طريقة عمله دائما على بشرة نظيفة، نقوم بتطبيق هذا الكريم من الرقبة حتى بشرة الوجه،
نتركه لمدة نصف ساعة، وبعد مرور النصف ساعة يغسل الوجه مباشرة بماء بارد، وبعدها لمن لا تتحسس بشرتها من ماء الورد يمكن وضع ماء الورد بارد بقطنة ومسح البشرة بقطنة مبللة بماء الورد من أسفل إلى أعلى. هذه الوصفة آمنة الاستخدام للحوامل، للمرضعات، للبنات من عمر 20 سنة فما فوق، حتى 60 سنة يمكن استخدام هذا الكريم وبكل أمان، كذلك الرجال يمكنهم استخدامه وبكل أمان. ننتقل الآن لعمل الوصفة الثانية. نتائجها للأمانة أفضل من نتائج الوصفة الأولى، وهي مضمونة 100%. طبعا القهوة استخداماتها في أغراض التجميل كثيرة ومتعددة، لعلاج مشاكل البشرة المختلفة وكذلك مشاكل الشعر، حيث يمكننا استخدام القهوة لتعزيز نمو الشعر. كذلك لنا بها عدة وصفات لجمال البشرة، خصوصا لاسترجاع نضارة وإشراقة البشرة. نحتاج في هذه الوصفة إلى الطحين الأبيض، أي الدقيق الأبيض، الدقيق الأبيض، دقيق المخبوزات، ونحتاج للقهوة السائلة، أي نوع قهوة متوفر، حتى ولو كانت القهوة سريعة الذوبان يمكن كذلك استخدامها في هذه الوصفة. أي نوع متوفر استخدميه، النوع الذي تستخدمينه في مطبخك يمكن استخدامه لهذه الوصفة، حيث أن هذه الوصفة تمنح البشرة النضارة والإشراق، تقلل من انتفاخ الوجه طبعا في حالات الحصول على عدد ساعات قليلة من النوم يظهر على الوجه بعض التورم. هذه الوصفة رائعة ومفيدة جدا، تعمل على تقشير البشرة وشد الوجه، ترطب البشرة وتغذيها، تعمل على تأخير ظهور علامات التقدم في السن، تقلل من ظهور البقع والحبوب في الوجه، تقلل من علامات الإرهاق والتعب على الوجه، خصوصا للطالبات، للبنات الطالبات والمرأة العاملة. هذه الوصفة سهلة، مكوناتها في البيت وتقضي على علامات الإرهاق على بشرتك، تعمل على تفتيح وتبييض المناطق الداكنة في وجهك، تعمل كذلك على زيادة إنتاج الكولاجين والإيلاستين في البشرة، الأمر الذي يعمل على تقليل الخطوط إذا استخدمت هذه الوصفة بشكل منتظم. طبعا تحمي البشرة، وكذلك لأن القهوة غنية بالمضادات الأكسدة التي تحمي من أشعة الشمس، كذلك تعمل على معالجة حروق الشمس التي تصيب البشرة، خصوصا قلت للطالبات وكذلك للمرأة العاملة. ملعقة طعام كبيرة من الدقيق الأبيض، دقيق المخبوزات، الفرينة التي تستخدم في المطبخ فقط، ونضع تدريجيا القهوة السائلة، ونقوم بخلط المكونات مع بعض حتى الحصول على ماسك رائع جدا، مكوناته سهلة متوفرة في كل بيت وتعطي إشراقة ونضارة للبشرة، خصوصا إذا كانت البشرة شاحبة. نخلط جيدا، نتحصل على هذا الماسك. دائما على بشرة نظيفة نقوم بتنظيف البشرة بالماء والغسول المناسب. نوزع هذا الماسك على بشرة الوجه والرقبة دون أن ننساها. نترك هذا الماسك لمدة 20 دقيقة. بعد مرور 20 دقيقة نقوم بشطفه بماء فاتر ثم ماء بارد لغلق المسامات. من بشرتها لا تتحسس من ماء الورد
نقوم بتمرير قطنة مبللة بماء الورد، يكون بارد كذلك لإنعاش البشرة وكذلك لغلق المسامات. وبعدها نقوم بترطيب البشرة بواسطة المرطب الخاص بك أو بواسطة أي نوع زيت يناسب البشرة، خصوصا زيت جوز الهند، أو إذا كانت بشرتك بها تجاعيد وخطوط أنصح الترطيب يكون بزيت جنين القمح أو زيت بذر العنب أو زيت العنب. هذه الوصفة آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات والبنات الصغار من عمر 10 سنوات فما فوق، كذلك الرجال يمكنهم استخدامها وبكل أمان. مدة حفظ هذا الكريم في الثلاجة صالح لمدة 3 أيام، وبعدها قومي بتجديد الوصفة، والوصفة نتيجتها تظهر على بشرتك من أول استخدام. استخدام هذا الكريم إذا كانت البشرة جد مرهقة، ويستخدم مرتين في اليوم صباحا ومساء، ومدة استخدامه قلت يوميا 3 أيام، وبعدها قومي بتجديد هذا الكريم. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.